أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير. حديثنا اليوم عن المدرسة السلوكية والتي جاءت رداً على المدرسة الكلاسيكية. نشأت المدرسة السلوكية كرد فعل على المدرسة الكلاسيكية التي أهملت الجوانب المعنوية للعنصر البشري، إذ كان اهتمامها بدراسة وتحليل سلوك الأفراد والجماعات بهدف مساعدة المديرين على فهم هذا السلوك ليكونوا قادرين على تعديله بما يخدم أهداف المنظمة. وينتمي رواد هذه المدرسة إلى علم الاجتماع وعلم النفس، وسنناقش بإيجاز إسهامات العلماء في تطوير هذه المدرسة. كيف ذلك؟ المدرسة الكلاسيكية ركزت على الجوانب المادية وعاملت العامل كأنه آلة، وأغفلت الجوانب الإنسانية والمهارات والجوانب والعلاقات الغير رسمية في داخل العمل. أما المدرسة اليوم نتحدث عن المدرسة السلوكية، أتى اسمها من سلوك الأفراد، فكلما تعرف المدراء على سلوك الأفراد لديهم كلما استطاعوا أن يحققوا أهدافهم بسرعة وفاعلية. نتحدث الآن عن أول رائد من رواد المدرسة السلوكية. الرائد الأول وهو دراسات إلتون مايو. إلتون مايو هذا العالم الذي ولد في سنة 1880 واسمه جورج إلتون مايو، سنة الوفاة في 1949، وجنسيته أسترالي، ومهنته كان عالم نفس وأستاذ جامعي. ارتبطت هذه الدراسات بالأبحاث والتجارب التي قام بها جورج إلتون مايو في شركة ويستر إلكتريك في مصنع هولثرون، من أبرزها تجربة الإضاءة. أراد إلتون مايو وزميله روثلز بيرجر من تجربة الإضاءة أن يتعرفا إلى أثر مقدار الضوء في إنتاجية العمال. حاولوا يجربوا ويشوفوا كديش الضوء بيأثر على العامل ولا ما بيأثر، فاختاروا مجموعتين متشابهتين في الأجور ومعدل العمر والمعدات المستخدمة، وركزوا في الإضاءة وزودوا الإضاءة على مجموعة وقللوا الإضاءة أو حافظوا على معدل معقول من الإضاءة، حيث ظل أعضاؤها يعملون دون تغيير في نسبة الإضاءة، بينما اتخذوا من المجموعة الثانية نموذج تجريبي. تم تغيير الضوء عند المجموعة الثانية وكان الإنتاج يقاس لمعرفة أثر تغيير الضوء في إنتاجية العامل، ولاحظ الباحثان أن التغير في الضوء زيادة أو نقصان لم يكن له الأثر المتوقع في زيادة الإنتاجية، وأن هناك عوامل أخرى غير ظروف العامل المادية لها تأثيرها الملموس في زيادة الإنتاجية، مما دفعهم لإجراء المزيد من التجارب للتعرف على مزيد من التفاصيل. كيف ذلك؟ أراد إلتون مايو أن يعمل تجربة تجريبية. أخذ مجموعة من العمال لهم نفس الأجور ونفس السن، يعني نفس التشابه في العينة الأولى والتشابه في العينة الثانية. العينة الأولى زود فيها نسبة الإضاءة والعينة الثانية ما زود فيها نسبة الإضاءة بل أبقاها كما هي. حاول يطلع على نسبة الإنتاجية، ما لقى شيء تغير في الإنتاجية نتيجة تغير الضوء، فأخذ يبحث عن عوامل أخرى تؤثر في سلوك الأفراد. نقول الآن إلى تجربة قاعد التجميع. بدأت هذه التجربة بوضع 6 عاملات من مصنع هولثرون تربطهن علاقة صداقة ومودة ممن يعملن في قاعة تجميع أجهزة الهاتف في مكان منفصل عن باقي العاملات في تلك القاعة دون أن يكون لهن رئيس، مع تواجد مراقب يحصي إنتاجهن كل فترة زمنية. يعني هم تركيني لحالا بس كل ساعة ساعتين بيجي واحد شخص مراقب متابع كديش أنتجته حتى ما ينصدم من العدد في نهاية الدوام. وتم إجراء تغييرات على الحرارة والإضاءة ووقت العمل في المكان اللي بتعمل فيه العاملات وما إلى ذلك، غير أنه تبين أن ذلك التغيير لم يكن له أي أثر يذكر. يعني غيروا، عملوا تدفئة للمكان، زودوا في الإضاءة، حاولوا يحسنوا من ظروف العمل لكن لم تؤثر على الإنتاجية، ولكن إنتاجيتهم ازدادت عن معدل إنتاجية زميلاتهم في قاعة التجميع. وعند سؤال العاملات عن سبب زيادة الإنتاجية تبين أنها ترجع أصلا إلى ما أتيح لهن من حرية العمل. يعني الأساس ما كانت الزيادة سببها الإضاءة أو الحرارة أو الضوء أو ما شابه ذلك، إنما كان السبب أنهم بيعملوا كلهم كفريق واحد
كلهم بيحبوا بعض، كلهم متألفين مع بعض، كلهم بيشتغلوا ضمن فريق واحد وبتبادلوا الحديث دون سيف مسلط عليهن من الرقابة التقليدية وإحساسهن بالانسجام كمجتمع صغير. يعني هم حسات حالهن كأسرة صغيرة في داخل المؤسسة. إذ تكونت بينهن روابط اجتماعية خارج نطاق العمل وتحقق بينهن تعاون كامل وانسجام شديد، إلى درجة أنه لو أحست إحداهن بالتعب فإن زميلة لها تضاعف من جهدها لتعوض النقص في إنتاج الأولى. يعني لو واحدة فيهم تعبت، واحدة فيهم غابت، بتلاقي زميلاتها بسدوا مكانها ويعملون كلهم كفريق واحد دون التذمر ودون شكوى. ماذا نستنتج من التجربتين السابقتين؟ نستنتج من التجربتين التي قام بهما جورج إلتون مايو في مصنع هورثرون ما يأتي. طريقة الإشراف على العامل تؤثر في شعوره اتجاه العمل وبالتالي ينعكس على إنتاجيته، وينبغي ألا يكون الإشراف مقتصرا على مجرد إصدار الأوامر، بل يجب أن يكون على أساس من التفاهم المتبادل. لابد من المتابعة ولابد من الرقابة، ولكن الرقابة الصارمة والرقابة الشديدة والوقوف على رأس العامل يشعر العامل بضعف في ثقة بنفسه، ويشعر أنه غير متحمل للمسؤولية، وأن هذا العامل سيتضعضع وسيقل إنتاجيته. طب ما الحل؟ الحل أن نقلل من حدة الرقابة. الحل الآخر أن نقوم هذا العامل بتقدير جهد العاملين ومن ثم يعدل. لذلك في قانون في تعديل أي سلوك عند أي موظف، امدح 3 مرات وعدل مرة. يعني مشكورين على جهدكم، والله ما شاء الله عليكم يا شباب، والله تعبتوا اليوم، والله انكم انجاز رائع، ما شاء الله عليكم تبارك الله، والله انكم ناس مبدعين جدا، لكن يا ريت لو احنا عملنا كذا وعملنا كذا. تمام، انا ايش بكون عملت؟ انا امتصيت غضبهم. لكن بعض المدراء ايش بيجي بيعمل اول ما بدخل العمل؟ ليش هادهان، ليش هادهان، ليش هادهان. طيب الموظف ايش ممكن يقول؟ ايش ردة فعله ممكن تقول؟ طب قول لنا صباح الخير، طب قول لنا السلام عليكم، طب قول لنا يعطيكم العافيه، طب احنا يعني من الصبح بنتعب وجاي في الاخر كمان يتنفر فينا، طب يقول لنا كلمه حلوه. هيك طبيعة العامل. العامل بده إنسان يقدره، العامل بده إنسان يحترمه. أنا مش آلة عندك بشتغل، أنا إنسان بدك تقدرني، بدك تحترمني. لذلك إلتون مايو ركز على سلوكهم، فلما جمع هؤلاء العاملات مع بعض كلهم كطاقم واحد كأسرة صغيرة واحدة، زادت علاقات العمل بينهم، فكان إبداع في العمل بلا حدود. لماذا؟ لأنه ركز على سلوك الأفراد. وأنت كذلك، بكرة بتكون مدير، بكرة بتكون إنسان مراقب متابع مشرف على العمل، لابد أن تحرص حرص تام أن تعطي وتعزز الثقة بالنفس في نفوس موظفيك. 2، الحرية التي يتمتع بها العامل لتحقيق الهدف المحدد له تعد أهم الدعامات التي تحفزه على بذل أقصى جهد في عمله، حيث يترتب على ذلك ارتفاع في الحالة المعنوية وإحساس كامل بالمسؤولية تجاه العمل. كل ما حملنا العامل مسؤولية، كل ما شعر بانتمائه للعمل وأنه هذا المصنع إلي، وأنه هذا المصنع أنا بحبه، أنا بحترمه، لأنه العامل بيقدرني، لأنه مديري بيقدرني، مديري بيحترمني، مديري بيعطيني صلاحيات، مديري بيعطيني صلاحيات في اتخاذ القرار، فأنا لازم أكون إلي ولاء للمؤسسة. إذن كل ما أعطيت المؤسسة، كل ما أعطيت الموظف، عززت المسؤولية عنده، عززت ثقته بنفسه، كل ما أبدع في هذه المؤسسة. العمل الجماعي يؤتي أثر فعال إذا ما ساد الشعور بالانسجام بين أعضاء الجماعة. كل ما كان أعضاء الفريق منسجمين مع بعض، بيحبوا بعض، فريق عمل واحد، كل ما كان إبداع منقطع النظير في عملية الإنتاج. الدافع المادي لم يكن وحده السبب في زيادة الإنتاج، بل الحالة النفسية للعاملين تؤثر أيضا في زيادة الإنتاج. ليست العوامل المادية فقط، الإضاءة والحرارة، هذا لا يعني أن نعزل الضوء عن العامل، هذا لا يعني أن لا نوفر دفاية أو هواية للعامل، لا، هذا ليس معناه، إنما هم قاموا بعملية زيادة وكتجربة في زيادة كمية الإضاءة، في زيادة كمية الحرارة، في زيادة التدفئة يعني، أو التهوية أو ما شابه ذلك. هذه أساسيات ومن رفاهية الموظف. إذا أنت بدك تكرم الموظف حيعطيك، إذا أنت أعطيته حيعطيك. ولكن هنا ركزت هذه المدرسة على سلوك الموظف. كل ما أعطيناه ثقة بنفسه، كل ما حملناه مسؤولية، كل ما أشعرناه أنه هو بيشتغل ضمن فريق وضمن مجموعة معينة، فهو بيشتغل ضمن أسرة واحدة.
هناك دور لا ينكر للتنظيم الغير رسمي على إنتاجية العاملين بعكس مبادئ المدرسة العلمية. المدرسة العلمية ما تكلمت عن العلاقات الغير رسمية بين العاملين. التنظيم الغير رسمي اللي هو العلاقات الاجتماعية. تخيل لو عامل عندك في داخل المؤسسة غاب عن العمل، فرد عليه مديره الله يعطيك العافية، والله احنا متعودين عليك تيجي بدري، عساك بخير، والله انا زوجتي تعبت او انا في المستشفى وتعبت وما، فبقول له المدير والله الف سلام عليك. وتخيل لو المدير اخذ جزء من الموظفين في نهاية الدوام او اخذ كل الموظفين على حساب المؤسسة وزاره واعطاه كرم منه، اعطاه مكافأة مالية هيك بسيطة، قال له ان شاء الله بتتعافى، وهدول احنا يعني كرم منا، يعني احنا هدية منا لك عشان تقوم بالسلامة وان شاء الله بترجع لنا بالسلامة. لكن تخيل موظف او مدير اخر رن على صاحبه ووبخه، وليش لهلقيت انت مش جاي، طيب ماشي لما تطلع من المستشفى بتيجي على العمل وبصير خير ان شاء الله، وما قال له لا حتى كلمة سلامتك ولا ان شاء الله بتطلع بالسلامة. شوف الموقف هنا والموقف هنا. هناك الموقف السلبي ممكن يصير هو جاي على العمل وهم روح من العمل يدور على شغل، بدوش هي العامل صاحب العمل، لكن صاحب العمل الثاني اللي اكرمه ووقف معه وجاء على المستشفى ووقف قدام اهله وقدام قرايبه انه انا والله هي مديري في العمل اجاني واكرمني واعطاني هدية حتى لو مبلغ تافه 100 شيكل 200 شيكل، فقط انه يساند نفسه ويوقف جنبه او ما شابه ذلك من هذه الامور النفسية، او زاره على البيت او ما شابه ذلك، هو بكون عزز ثقة الموظف بنفسه وأمام عيلته وأمام أسرته أنه هذه أسرة واحدة وبيشعروني. فالعلاقات الاجتماعية لها أثر قوي جدا. تخيل لو عمل مدير العمل حفل عشاء في نهاية العام، في نهاية العام مثلا أو في نهاية الشهر أو أي مناسبة كانت في داخل المؤسسة، وعمل تكريم لأفضل موظف أو ما شابه ذلك، وحفل عشاء وعلاقات ودية وعلاقات طيبة، فبيعزز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، وفي نفس الوقت هو عزز التنظيم الغير رسمي وزاد انتماء الموظف للعمل. لذلك هذه المدرسة السلوكية ركزت على هذا الجانب. نشكركم على كرم المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.